بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زملاء الأحباء، أبناء الأطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الأسابيع الماضية في الحديث عن الخطوط العامة لعلاج أمراض التمثيل الغذائي، ونبدأ النهاردة إن شاء الله في الجزء الأخير من الخطوط العامة لعلاج مشاكل نقص الفيتامينات والأملاح النادرة. والنهاردة نتكلم على موضوع مهم خطير بيسبب مشاكل كثيرة ونسبة نفوق عالية، اللي هو نقص الثيامين أو فيتامين بي 1 main line of treatment of thiamine deficiency in farm animals. الخطوط العامة لعلاج نقص الثيامين اللي هو بي 1 في حيوانات المزرعة. بندي فكرة كده نذكر حضراتكم بأهم الفيتامينات، كنا عملنا عليها محاضرات قبل كده، ولكن هنا بس هنذكرها عشان نبقى عارفين. عندنا في نوعين من الفيتامينات، في فيتامينات بتذوب في الدهون بسماها فات سولوبل فيتامينز، لفيتامين A وفيتامين D وفيتامين E وفيتامين K، ودول إن شاء الله نتكلم عنهم في المحاضرة الجاية. وفي فيتامينات بتدوب في الميه بسموها ووتر سولوبل فيتامينز، لفيتامين سي وفيتامين بي 1 اللي هنتكلم عنه النهارده، والريبوفلافين بي 2، نياسين نيكوتيناميد، والبيرودوكسين، والبنستونيك اسيد، والبيوتين، والفوليك اسيد، والصيان، والكوبالامين. دي مجموعه فيتامينات تشمل فيتامين ب بانواعه. في ب بقى فيه ب 1 وب 2 وب 3 وبي 5 وبي 6 وبي 7 وبي 9 وبي 12، مفيش ب 4 ولا في ب 8، وفي فيتامين سي اللي هو فيتامين ج اللي بسموه اسكوربيك اسيد، ده هنتكلم عنهم النهارده ان شاء الله المجموعه دي. الووتر سولوبل فيتامينز دي من الفيتامينات المهمه جدا وبيحتاجها الجسم، خاصه في السيمبل ستامك انيمالز وايضا في اللارج انيمالز، وبنستخدمها في الوقاية والعلاج من نقص فيتامين بي 1 أو مجموعة الفيتامينات بي 1. وكمان بتستخدم هذه المجموعة، مهمة جدا الطبيب المعالج أن يكون دايما شايلها في الشنطة معاه، لأن هي في بتعمل بريفنشن وعلاج لحالات الاسترس، استرس مع الفاكسينيشن، استرس في ترانسبورتيشن، أي استرس للحيوان، ارتفاع درجة الحرارة، الرطوبة العالية، كل ده بيعتبر ستريس على الحيوان. فدايما يفضل ان انا اعطي الحيوانات دي مجموعه البي كومبلكس. كمان وجد ان هي بتحسن الشهيه للاكل، امبروفمنت اوف فيد كونفرجن، ده كلام عام على المجموعه بي 1 مجموعه بي كلها، سواء من اول بي 1 وانت لغايه بي 12. هنتكلم على الاهمهم بقى واللي بيعمل مشكله عندنا في الابل وفي الاغنام، اللي هو بي 1 ديفيشنسي او الثيامين ديفيشنسي. الاعراض بتاعت المرض ده بتيجي في الصورتين، صوره اكيوت دي تبقى خطيره جدا وغالبا لو ما لحقناش نعالج هالحاله بتموت، وفي حاله كورونيك كومبليكيتد بقى، حالات كومبليكيشن من ان هي كانت مصابه بنقص الثيامين ولم تعالج، فبدا يحصل بقى بلايندنس او شلل نصفي او شلل كلي، زي ما هنشوف بعض الفيديوهات دلوقتي. الأعراض اللي بتظهر على الحيوان، الحيوان بيحصل له ديبريشن وستوبر وأتاكسيا، ويحصل هيد بريسنج، وبياخد وضع أوبسوتونس بوزيشن، تلاقيه يرفع رقبته للخلف، وممكن يدخل في كونفالجن، ويحصل له ريكومبنسي وبادلنج بالفور ليمبس، ممكن يرفص بالرجول الأربعة، وبيبقى فيه ابارنت كورتيكال بلايندنس، عمى مؤقت كده بيظهر عليه كانه مش شايف. هنشوف حالات في الليبل دي مصورينها، وفي حالات بفضل الله اتعالجت اتحسنت، وفي حالات طبعا اطباء بعتوها. دي الحاله اللي احنا شايفينها دي عرض مميز جدا للبي 1 ديفيشنسي، ان هو اللي يرفع الناقه ترفع رقبتها للخلف زي ما انتم شايفين كده،
عشان دي تختلف عن التوكسيسيتي، تختلف عن الريبز، وتختلف عن فيرال انسيفالايتس. ده علامة مميزة، مش أي أعراض عصبية نقول عليها بي 1. دي تيبيكال بي 1، بي 1 ديفيشنسي. أول حيوان يرقد على الأرض وبرضه يرفع دماغه لورا ويعمل بادلينج بالأربع رجول، تلاقيه بالشنج أو يرفص بالأربع رجول زي ما شايفين الحالة التانية كده. برضو دي علامة مميزة للبي 1 ديفيشنسي، والدليل ان انا لما بدي بي 1 اوريدي الحالة بتتحسن. ده دليل التشخيص بتاعك، يعني بسموه دايجنوستيك ثيرابي. زي ما احنا شايفين كده الحالة واضحة في الابل، وهنشوف برضو في الغنم حالة البي 1 ديفيشنسي. دي في بتيجي للحيران برضو في العمار الصغيرة، ان اللبن اللي بيشربه من امه بيبقى فيه نقص فيتامين بي 1، وبالتالي تبدا زي ما انتم شايفين كده الحاله ترفع دماغها للخلف وتنعر، ولو ما لحقناش نعالجها بتموت. مرض مميت يعني. يبقى بتيجي للابل الكبيره، وبتيجي للحيران الصغيره، وبتيجي للاغنام والماعز. الحاله الكورونوسيتي في يعني اول ما فتحنا مستشفى للابل في بريده، الناس بدات تجيب لنا حالات كلها كومبليكيتد من فيتامين بي 1 ديفيشن، حالات عمى، حالات شلل نصفي، حالات شلل كلي. وطبعا دي بتبقى نسبه الاستجابه للعلاج صعبه جدا، ده كومبليكيتد كيسز. دي حاله ثيامين ديفيشنسي في جوت برضو، تانية الرقبة، والحيوان ممكن يقع على الأرض ويرفص زي ما نشوف كده الحالة كده بالظبط. شوف تاني حالة البي 1 ديفيشنسي، بتتشابه الحالة دي مع بريجرس التوكسيميا لو المعزة عشر، تتشابه مع الإير انفكشن، التهاب في الأذن، تتشابه مع الليستريوزس، تتشابه مع السنيورا سيربراليز. دي حالة كومبليكيتد في غنمة برضو عندها بي 1 ديفيشنسي، برضو بتيجي لها زي تشنجات وترفع رقبتها وتلاقي يعني مش مركزة خالص، وممكن تموت لو ما لحقش. بتموت من ايه بقى؟ لان بيحصل حاجة اسمها انسيفالوماليشيا. انسيفالوماليشيا اللي هو موت خلايا المخ. فلو ما كناش نلحق نعالج الحاله بسرعه، الحاله ايه بيحصل دمار للمخ والحيوان ايه ما بيموت على طول. طب الاعراض اللي في الابل، لو شفنا حاله في الابل بالاعراض دي، ممكن يكون ليستيريا، ممكن تكون ريبز. لكن الريبز زي ما كنا ورينا حضراتكم، الحيوان بيعض الحيوانات التانيه ويعض في الحديد وتيجي له اعراض عصبيه جديده. في مرض هنا في السعوديه اسمه الدبابه سندروم، مرض فيروسي. تلاقي الابل عمال تهز راسها كده رايحه جايه كده، وده ملوش علاج ولا له تحصين. وفي مرض الجنون الابل برضو، ماد كامل ديسيز، برايون انفكشن، مرض جنون الابل. او يكون الناقه مقروصه بتعبان او بعقرب، برضه بيعمل اعراض عصبيه، او تسمم بالاورجانوفوسفورس. كل الاعراض دي تتشابه، لازم اخد الهيستوري كويس وافحص الحاله كويس. بالنسبه للحيران اللي بيعمل اعراض دي، الهايبوماجنيزيميا والبلايندنس، الحيوان لما يكون ما بيشوفش بيرفع دماغه لفوق، والانتيروتوكسيميا قبل ما يموت، التسمم المعوي قبل ما يموت يرفص ويشنج زي بالظبط البي 1، وبعدين يموت. نفتح نلاقي الامعاء ملتهبه وكلها انزفه. بالنسبه للاغنام، البريجنسي توكسيميا تعمل اعراض زي كده، اعراض عصبيه، انتيروتوكسيميا، التسمم المعوي، الهايبوماجنيزيميا، والكبر ديفيشنسي. طب نيجي بقى للخطوط العامه. انا قلت الكلام ده يعني بس اذكر حضراتكم، لان ده مرض تجيلي حالات كتيرة من الدكاترة، وكتير منهم ما بيعرفش يشخص.
صح او يشخص صح بس ما يعالجش صح، ما يستخدمش الدواء صح بالجرعه المظبوطه، ودي اهم حاجه في المحاضره بتاعت النهارده، الجرعات بتاعت الدواء وكيف تعطى وحسب النوع اللي انت بتدي منه الدواء، لان في انواع كتيره من البي 1 ده، حقن بتاعت البي 1. عندنا في خطوط عامه للعلاج، في برايمري تريتمنت، حاجات اساسيه لازم تتاخد، اللي هي على الشمال دي اللي هي بندي بي 1 انجكشن واورال، ندي يفضل ندي الاثنين حقن، افضل ندي نبدا بحقن وريدي، وممكن ندي اورال كمان بي 1 اورال عن طريق الفم، وندي معاه بي كومبلكس، مجموعه البي كومبلكس اللي هي بي 1 وبي 6 وبي 12، وندي معاه كورتيكوستيرويد انجكشن زي الدكساميثازون، وندي مصر ريلاكسنت عشان ترخي العضلات المتشنجه دي لان الحيوان مموت من التشنج، وندي مضاد حيوي عشان الالتهابات اللي بتحصل. يفضل معاها ان انا ادي دايريتكس، اي حاله تيجي لك مرض عصبي في المخ بيبقى فيه زياده وفي التهاب وفي اوديما في المخ، فبندي دايريتكس عشان تسحب السوائل اللي ضغطه على خلايا المخ دي، وندي جلوكوز 5% او 10%، ونديها على الام حليل، ونديها بيرجاتيف، ونديها مضاد للحموضه عن طريق الوريد وعن طريق الفم. واحد هيقول لي يا دكتور 10 حاجات هنديها لعلاج حاله بي 1، اقول له لا، يعني لو اديت الخمسه الاولانيين يكفي، لكن يفضل ان احنا ندي الحاجات دي كلها عشان تبقى ايه بقى، تغطي على المشكله كلها، لان في التهاب في المخ، في بريشر اوديما، في كونفالجن، في نقص في الفيتامين بي 1، فبندي بي 1 وبي كومبلكس، بندي ديكساميثازون، ندي مصر ريلاكسان، ندي مضاد حيوي، ندي مدر للبول، ندي جلوكوز، لان الجلوكوز هو اللي بيخلي الصيامين اللي في الدم يدخل على المخ عشان يغذي المخ. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة جدا جدا في المحاضرة، أهم إيه؟ أهم شريحة في المحاضرة، الشريحة دي الكتب والأبحاث، وأنا عملت دراسة كبيرة في الموضوع ده عشان نشوف الجرعة الشفاء، جرعة الشفاء لنقص فيتامين بي 1 ديفيشنسي. الجرعة بتتحسب بالملي جرام لكل كيلو جرام، فوجدوا إن لازم الحيوان ياخد 10 مللي جرام من الصيامين لكل كيلو جرام من وزن الحيوان، 10 مللي جرام لكل كيلو جرام. طبعا احنا معظمنا بنشتغل بالملي ليتر، محدش بيحسب بالملي جرام، فانا حولتها واقول لكم الجرعات لما نيجي نستخدم الادوية، ما يعادل الجرعة دي بالملي جرام يعادلها كم مللي من الدواء اللي احنا نديه. دي اول نقطة. تاني نقطة، لازم الدواء يتاخد كل 6 ساعات او على الاقل كل 8 ساعات في اليوم الاولاني او اليوم الثاني، ويتخد وريدي، لو الجرعة كبيرة نحطها في محلول ملح ونديها وريدي ببطء، ولازم نستمر في العلاج لمدة 3 لـ5 ايام حتى لو الحالة تحسنت. يبقى فيتامين بي 1 بيحقن بجرعة 10 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الحيوان، يتخذ الجرعة وريدي. ده الفرق بين الدكتور بقى، وهو واحد يوصف للمربي والمربي بقى بيعرفش يدي وريد فيروح مد عضلي او يدي الجرعه خطا، ولذلك يقول لك انا اديت بي 1 واديت تي 500 واديت الترا بي واديت كوربورال والحاله ما اتحسنتش. ايه الاخطاء بقى اللي بتقع فيها؟ ادي دي الابحاث اللي انا جايبها بالجرعات بالنسبه للتي 500 لكن انا هنرجع كده نمسك الادويه اللي موجودة هنا في دول الخليج اللي هي أدوية تجارية اللي بتحتوي على الصيامين. عندنا الدواء مشهور اللي هو بي 1 تي 500، ده أعلى تركيز بي 1 موجود في وبعدين الجرعات المكتوبة في البنفلتس ليست جرعات علاجية للبي 1، ودي النقطة المهمة، احنا دايما بنلتزم بالبنفلتس في العلاج، لكن هم الشركات المنتجه ما يعرفوش المرض ده بيحتاج جرعه قد ايه. فلما انا راجعت البنفلتس بتاعت الادويه كلها بتاعت بي 1 وجدت ان الجرعه ناقصه، ما هياش كافيه لعلاج البي 1 ديفيشنسي. فوجدت ان البي 1 اللي هو تي 500 الواحد ملي من الازازه دي اللي انا اديها فيها 280 ملي جرام،
طب هقول لكم بعد كده بقى، طب ندي قد ايه، كمل لي عشان ما نقدرش ادخلكم في حسابات وكده. وشوفوا بقى الالترا بي الجرعه فيه اقل، نص الجرعه بتاعت التي 500، بفرق كبير بين ان انا بعالج بتي 500 وبين ان انا بعالج بالالترا بي. الالترا بي الواحد ملي فيه 90 ملي جرام، يعني اقل من النص كمان. لو استخدمت كوربورال او كوربوليكس، وده اضعفهم كمحتوى، الواحد ملي فيه 50 ملي جرام. يبقى اللي يشوف الشريحة ديت لا شك ان يقول ان ما مش ممكن الجرعة هنا زي هنا زي هنا، وكمان الحيوان بيحتاج جرعة اللي موجودة في البنفلس غير كافية. يعني هو تلاقيه في الروشتة بتاعت التي 500 كاتب مثلا 5 ملي او 10 ملي بالكتير، لكن بنفاجئ ان لو ناقة، عندي ناقة 500 كيلو هتاخد على الاقل 17 ملي. هنشوف كده نحسب. هذا النوع الاول اهوت اللي هو تي 500، وموجود منه برضه هنا في السعودية دواء اسمه فيتامين بي 1 برضه تي 500. الجرعة بتاعته 2 ملي، بعد بقى ما حسبناها بالملي جرام لكل 50 كيلو، يعني كل 50 كيلو من وزن الحيوان لو هدي تي 500 يبقى المفروض ادي 2 ملي. طب لو هو 100 كيلو ادي له 4 ملي، لو هو 500 كيلو هدي 20 ملي. 20 ملي فيه مشكلة، لو الدكتور جيب السرنجة كده سحب 20 سنتي وراح مديهم بسرعة في الوريد ممكن تعمل مشكلة. فيفضل ان انا ادي الجرعة على نص لتر محلول ملحي، نص لتر محلول ملحي، واروح حاطط فيه التي 500 ده واديه ببطء للحيوان، او ان انا اديه في فيري فيري سلولي بالسرنجة. لكن اللي بيحصل ممكن ال 20 مللي واحد يروح مديها بسرعة قوي وممكن تعمل مشكلة والحيوان يقع ويموت. بالجرعة بتاع تي 500 بالنسبة للناقة اللي هي وزنها 500 كيلو هتاخد 20 مللي. لو عندي حوار وزنه 40 كيلو او 50 كيلو بديله 2 مللي كل 6 ساعات ووريدي. طب لو استخدمت الترا بي، الترا بي اللي قلنا التركيز ده اضعف منه، فبندي 4 مللي، ضعف الجرعه بتاعت التي 500، كنا هناك بندي 2 مللي، هنا ادي 4 مللي لل 50 كيلو كل 6 ساعات برضه وريدي ونكررها. ده الكلام العلمي الصح اللي عايز. يعني انا كان دكاتره يتصلوا بيا يقول لي يا دكتور انا واقف قدام بعير بمليون ريال او 2 مليون ريال، والراجل مستعد يعني يجيب يعني لبن العصفور عشان يعالجه، دكتور قول لي الحالة اعمل معها ايه. حالات كتيرة بتموت. الكلام ده من 20-25 سنة وانا في مصر، كان الدكاترة في السعودية اتصلوا بيا، حتى لدرجة ان انا دخلته في المنهج بتاع البطنة للتدريس للبكالوريوس. ما كناش بندرس بي 1 ديفيشنسي، ده عملت له محاضرة مخصوص لان عرفت ان بيعمل مشاكل كبيرة للابل في السعودية ودول الخليج. فالمهم بقى هنا سرعة العلاج قبل ما يحصل انسيفال وماليشيا. تاني حاجة حسب الدواء اللي انا هستخدمه بحدد الجرعة اللي انا كاتبها دي، اللي عندي لها ريكومندد بابحاث وكتب علمية اللي هي العلاج الصح لنقص فيتامين بي 1 ديفيشنسي. يبقى لو استخدمنا الترا بي بنضعف الجرعة 4 ملي. لو استخدمنا كوربورال او كوربوليكس الفرنساوي ده الجرعة بتاعته ضعيفة فيها، فبندي 8 مللي لل 50 كيلو، 8 مللي لل 50 كيلو. يعني لو هو ناقة، عندي ناقة 500 كيلو، يعني هدي 16 في 5 يعني يوصل ل 80 مللي لأن ضعيف جدا. لو عندي حوار وزنه 50 كيلو هدي له 8 مللي من الكوربورال أو الكوربوليكس. شفتوا بقى قد ايه الجرعة مختلفة؟ كوربورال وكوربوليكس أقلهم تركيزا وأعلاهم جرعة. الألترا بي بعديه التي 500. طبعا في مصر وبعض الدول هيقول لك يا دكتور الأدوية دي أصلا مش موجودة عندنا ما بنسمعش عنها، ويروح يجيبوا تراي بي بتاع بشري ولا هيعالج. تراي بي ده جرعات بسيطة خالص ما يجيبش نتيجة. فده العلاج. لكن المشكلة الحمد لله الأدوية دي متوفرة في كل دول الخليج، وبالتالي لازم الأطباء يلتزموا بيها. مش بس هدي بي 1، لازم ادي معاه بي كومبلكس. هل تصاب الابكار والعجول بنقص بي 1؟ تصاب، بس سبحان الله اقل. يعني انا اشتغلت طبعا في الابكار كتير والعجول،
سواء في المزارع او في كلية، نادر لما يجي لها بي وان ديفيشنس. لكن اكثر حيوانات معرضة للإصابة اللي هي الإبل والغنم والماعز. البي كومبلكس بقى أدي الجرعة بتاعته 5 ملي للخمسين كيلو، ده لمدة أسبوع. ولو بستخدم في الحيوانات الكبيرة بدي 20 ملي للخمسمية كيلو. ممكن هنا أدي عضلي أو أدي وريدي، مفيش مشكلة. ضروري ومهم جدا إن أنا أدي بي ون عن طريق الفم مع العلاج الحقن. وجدوا بالابحاث ان البي 1 لما بتاخد عن طريق الاورال، الفكره ان الابقار والاغنام والابل والعجول كل ده ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه بكتيريا موجوده في الكرش بتكون الصيامين. طبيعي هي الصيامين بتكون في الكرش. مال امتى يحصل نقص؟ لما تتغير حموضه الكرش، الراجل ياكل اكل كتير او يحصل حموضه في الكرش بتبدا البكتيريا دي تموت، واحيانا يتفرز انزيم اسمه الصيامينيز انزيم يكسر الصيامين. لذلك تظبيط العلائق مهمه جدا كوقايه منها، هنقولها في اخر المحاضره، للوقايه من الصيامين ديفيشنس. ففي ادويه بيطري مركبات كده فيها بي 1 بديها اورالي مع الحقن. طيب بندي كورتيكوسترويد ليه بقى؟ مضاد التهاب، لان قلنا بيحصل التهاب في المخ. فمهم جدا ان انا ادي ديكساميثازون الجرعة بتاعته 2 ملي جرام لكل كيلو جرام انترافينوس، بيقلل السيريبرال اوديما اللي بتحصل في المخ. طب الحالة اعشار يا دكتور، لا ما تديش ديكسا، ممكن نستخدم ديمسو. ديمسو ده آمن في الحمل وبيؤدي نفس الغرض، والجرعة بتاعته مكتوبة عندكم. الحيوان عمال يشنج وكده ممكن يموت مني من التشنجات دي، فبدي مصر ريلاكسنت، اي حاجة من الباربيتوريتس او دايزيبام عشان يهدي الكونفالجن ده. بندي انتي اسيد مضاد حموضه 1.5% عن طريق الوريد، وندي جلوكوز 10% او 5%. ممكن اعمل لها نقل عصير كرش من حيوان سليم يكون فيه الصيامين موجود، انقل من حاله لحاله. طبعا دي حالات كلها اجتهاديه، مش شرط ان انا اعمل كل الحاجات دي. لكن الاهم والمهم والضروري ان انا استخدم صيامين الحقن وريدي. الجرعات الأولية لازم يكون وريدي عشان يوصل بسرعة للمخ، ويفضل أن أنا أحسب الجرعة صح حسب نوع الدواء المستخدم. تي 500 2 ملي لل 50 احفظوها كده معايا، والألترا بي 4 ملي لل 50، والكوربرال أو كوربريكس 8 ملي لل 50 كيلو. طيب يا أسامة، ممكن نستنى شوية في آخر المحاضرة هجاوب على كل الأسئلة، عشان بس مش نحصل اقطع المحاضره. لكن هجاوب على سؤالك موضوع الكي، وهل له نتيجه في موضوع البي 1 ديفيشنت ولا لا. البروجنوزس هوبلس كيس، اذا ما عالجناش في اليوم الاول من ظهور الاعراض نسبه الوفيات والنفوق بتبقى عاليه جدا. لو عالجنا بعد 3 ايام الحاله ما اتحسنش بتبقى باد بروجنوزس. ده ما قلت لكم بقى كانت بتجي لي حالات مستشفى عمى، شلل نصفي شلل كلي، نتيجة لأن الحالة إيه أو تموت. نرجع نعيد الكلام اللي قلناه بالعربي تاني، إن الجرعة الصيامين 10 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الحيوان، ولازم نراعي الصيامين بيختلف من مركب لآخر الجرعة التركيز بتاعه. والجرعة كل يفضل كل 6 ساعات أو 8 ساعات. يفضل الجرعات الأولية تكون وريدي، وبعد كده ندي عضلي، ويفضل ندي مع حاجة عن طريق الفم، وخمس جرعات على الاقل، على الاقل 3 ايام علاج حتى لو الحاله تحسنت. طيب الوقايه دايما ان انا بقى انا عندي قطيع ابل، ودايما تظهر في المشكله دي قطيع غنم قطيع ابقار، فدايما ان انا ادي علي يكون نسبه الرفش فيها عاليه، ما يكونش المركزات اعلى عشان ما يحصلش حموضه. واضيف للعلايق ديت مركبات تحتوي على الصيامين، وادخل العليقه لو انا هادي مركزات ده بالتدريج، يبقى احط مصدر صيامين في العلائق، واحلل كل فتره ابعت عينه للمعمل اقيس البي 1 اشوف في عندي المشكله دي ولا لا. والنورمال الصيامين في او البي 1 في الدم بيبقى 56 مايكرو جرام في اللتر، واحط مضاد للحموضه في العلائق
زي البيكربونات الصوديوم. كده خلصنا البي 1. هنتكلم على بي 12. بي 12 ده من الأدوية. فايز بركات، يا استنى يا فايز، احنا قلنا هنجاوب على الأسئلة يا فايز شوية، الله يبارك فيك. ثيرابيوتيك يوزز فيتامين بي 12. بي 12 يا جماعة البيطري موجود على هيئتين، في شركات عاملاه مع الفوسفورس، والشركات عاملاه مع البي الثانية، مع بي 1 وبي 6 بس اللي هو بنسميه بي كومبلكس. الاثنين دول مهمين جدا، اللي هو الفوسفورس مع بي 1 وهنقول باستخداماته، والبي كومبلكس مهم جدا وهنقول دلوقتي استخداماته. نيجي الاول الكومباينيشن بتاع الفوسفورس وبي 12. المركب ده مهم جدا في امراض التمثيل الغذائي، ان احنا نديه للحيوان، بنديه في حالات النيوتريشنال ديفيشنسي، بنديه في حالات الكيتوزيس، بنديه في حالات الانفيرتيليتي عشان يرفع الخصوبه ويساعد على التبويض، والبيوبيريال ديزيزز الامراض التناسليه بتيجي بعد الولاده، وبيزود الخصوبه في الذكور والاناث، اللي هو الفوسفورس مع بي 12، زي مثلا دواء زي البيوتا بيوتازال او بيوتوفوسفان، ادويه كتيره تلاقي التركيبه بتاعتها. وبرضه في دواء اسمه فيتامين بي كو، ادويه موجوده في السوق تلاقي التركيبه بتاعتها فوسفورس وبي 12. ده حلو جدا تشيله معاك كده، اي حاله مريضه ادي لها بي 12 مع فوسفورس، بيوتوفوسفان او بيوتوزال او كاتوزال او الحاجات دي كلها. كده خلصنا مجموعه الفيتامين بي 1. عشان نخلص بقى الووتر سولوبل، بقى يعني حاجه بسيطه، وان احنا ندي نخلص المحاضره ونجاوب على الاسئله، اللي هو فيتامين سي، كنا عملنا عليه محاضره كامله واهميته. كنا عارفين فيتامين سي ده انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، وبيساعد على الهيلينج بتاع التيشوز، بنديه في حالات الجروح، وبيساعد على النمو، وبيرفع المناعة بتاعت الحيوان، خاصة نديه قبل التحصينات والاستريس والحاجات دي، جدا مهم جدا نحطه على المية، أو ندي حقن، أو نديه في الأمراض، علاج الأمراض التنفسية والتوكسيستي والأمراض الفيروسية. احنا لما يكون عندنا انفلونزا بناخد عصير ليمون وبناخد برتقال وبناخد فيتامين سي. بيساعد على الووند هيلينج، التئام الجروح بعد العمليات الجراحيه وكده، وكويس في حاله الانفيرتيليتي والامراض الجهاز الهضمي والدائريه، ان احنا ندي فيتامين سي وقبل التحصين. طبعا الادويه في منها حقن زي الادويه اللي احنا شايفينها كده، ادويه حقن فيتامين سي، وفي منها ادويه تتاخد اورالي، تحط على ميه الشرب، ده جاما سي ستريس مثلا، او ده بيتحط على ميه الشرب، او فيتامين سي، ده كلها مركبات موجودة. كده خلصنا المحاضرة، بنرحب بيكم جميعا الزملاء الأحباء المشرفينا، ونبدأ نجاوب على الأسئلة. ديمسو، ما هو ديمسو بيطري، ديمسو بيطري يا فايز. الفايز بيسأل ليه بندي أسد، لأن بيحصل حموضة في الدم، وبيرجاتيف، أنا ما قلتش ندي بيرجاتيف، ما قلتش ندي بيرجاتيف في الحالة ديت. هل ندي، ينفع ندي أتروبين؟ لا، ملوش لازمه الاتروبين، لكن ندي مصر ريلاكسنت. الدكتور محمد مصطفى، لو سمحت يا دكتور، مكتوب في الكوبوزال انه لا يستخدم في الحيوانات العشر. كوبوزال، كوبوزال. خلاص، بدل هم كاتبين كده ما استخدمش. انا كوبوزال ده اللي هو فوسفورس وفيتامين بي 1 وبي 12 زي الكاتوزال يعني كده. بي 12 وفوسفورس كم يعطى، كم يوم يعطى؟ البي 12 والفوسفورس بنديه 3 ايام يا دكتور فايز. الدكتور جمعه والي، جزاك الله خيرا وطعمك من جنات لحمه طيرا يا رب، دعاء جميل، جزاك الله خير دكتور جمعه، نحن واياكم جميعا وكل اللي معانا على الاونلاين، ربنا يجمعنا في الجنه ويطعمنا من لحم الطير. لو خلطنا بي 1 مع السيروم، اما انا قلت يا جمعه السيروم، يبقى انت من سوريا، ان البي 1 ممكن الافضل اديه مع السيروم عشان ما يحصلش مشكله. السيروم يقصد هو المحلول، يعني المحلول الملحي، لكن ما تخلطوش، تقصد بالسيروم بالمحلول الملحي مش كده، ولا الجلوكوز 5%؟ انا اديه مع المحلول الملحي عشان احتمال مع الجلوكوز يرسب او كده. الدكتور عمر ابو محمد،
عليكم السلام ورحمة الله. جينا ما بقى، جزاك الله خير يا دكتور عمر. محمد مصطفى بيقول فوسفور مع بي 12، غريب ان هم اللي كاتبين ما استخدمش في الحمل، لكن ما اعرفش ايه السبب يعني. صلاح ابراهيم، ممكن يا دكتور محاضرة عن إدارة مزارع الألبان؟ ممكن ان شاء الله، انا كنت عملت محاضرة عن المانجمنت في الغنم، لكن ممكن ان شاء الله نعمل محاضرة عن إدارة مزارع الألبان بإذن الله. خاصة أنا اشتغلت أنا في مزارع ألبان وعندي خبرة الحمد لله في الموضوع. دكتور إبراهيم، تدخل لعلاج المراحل الأخيرة للمرض هل مجدي نقص فيتامين بي 1؟ لو حصل شلل كلي يا دكتور إبراهيم ما بيجيبش نتيجة. أنا بفضل الله عالجت حالة كان حصل لها شلل كلي، بس يعني استجابت للعلاج بعد 15 يوم، وكان عندنا جهاز اسمه إلايزا في المستشفى كنا بنعمل له جلسات والحالة وقفت. كانت حالة نادرة يعني، أنا نفسي كنت مستغرب إنها تخف. لكن الحالات دي بتحتاج دخول مستشفى ورعاية فترة طويلة وأجهزة وشغلانة اللي بيحصل لها شلل دي. دكتور أبو عبد الرحمن، منور. من الفيتامينات المهمة بين الفصول وعند انتشار الأوبئة فيتامين سي من روافع المناعة. أنا أكد كلام حضرتك إن فيتامين سي ده مهم جدا كرافع مناعة خاصة في فصل الصيف. الدكتور أسامة السؤال بتاعه الكي، لا يا دكتور الكي هنا ما يعالجش نقص فيتامين بي 1، لكن وجد ان بعض الحالات الامراض العصبيه الكي بيجيب معاه نتيجه، لكن لازم ندي بي 1. فايز بركات بيقول عليك نقص بي 1 بس وبي كومبلكس لعدم توفر الترا بي، اي مركب اخر في تركيز بي 1 هاي. ماشي، انت بقى خفت يا فايز. يعني هي طبعا بي كومبلكس مش لوحده ما يكفيش ان هو الجرعه فيه ضعيفه ان هي تغطي الجرعه اللي احنا محتاجينها بالعلاج، لكن عارف ان في سوريا وفي مصر في مشكله في وجود اللي هو تي 500 والالترا بي والحاجات دي. نرحب بالدكتور سيد ربيع. في حد سأل تاني يا جماعه؟ نرحب بالدكتورة مروة ودكتورة فاطمة مشرفانا النهاردة، جميع الزملاء اللي مشرفينا، الدكتور أحمد، دكتور سليمان عطية. الدكتور إبراهيم بيقول الضان أكثر عرضة لمشاكل الأعلاف المركزة. طبعا لو احنا ما ظبطناش العليقة كويس وزودنا المركزات هيحصل حموضة، ويحصل من مشاكل بقى الحموضه ان يحصل بي 1 ديفيشنسي، بالاضافه للحموضه نفسها مشكله. الدكتور مصعب، الفرق بين نقص الصيامين والمغنيزيوم؟ جيت متاخر والله يا دكتور. يعني لو انت مش بتحلل المعمل وهي تشخيص الحاله، ممكن لو خاصه في الحيران والعجول والاغنام الصغيره، ان انا يصعب عليا اقول دي هل دي بي 1 ولا دي مغنيزيوم ديفيشنسي. فانا كنت احيانا ادي العلاج ادي الاثنين، يعني احيانا مغنيزيوم سلفيت تحت الجلد 20% وادي الصيامين في الصيامين اللي هو بي 1 في الوريد وبي كومبلكس عضل. يبقى يفضل ده، حتى انا لما جيت شرحت الكاف تيتاني والهايبوماغنيزيميا قلت ندي معاه بي 1. دايما البي 1 يبقى معاه مغنيزيوم ديفيشنسي، والمغنيزيوم ديفيشنسي دايما يبقى معاها بي 1 ديفيشنسي. مرحبا ابن الحبيب اسامه الباز، طلاب خريج جامعه الزقازيق، مرحب بيك بجميع الزملاء الموجودين. مرحب الدكتور احمد التوم. Any more question we will end the lecture and see you ان شاء الله in the next week. هنكمل اخر بقى محاضره في هنتكلم على الخطوط العامة لعلاج أمراض نقص فات سولوبل فيتامينز. محمد مصطفى بيقول عندنا في مصر بنضطر نستخدم الأمبولات البشري لعدم توفر البتر. والله أنتوا اتكلموا بقى الشركات البتر تستورد يا دكتور الأدوية ديت، لأن الأمبولات البشري هتضطر أن تدي كميات كبيرة جدا عشان تعوض الجرعة اللي مطلوبة، وإلا مش هتجيب معاك نتيجة. طيب إذا حصل نفاخ أثناء ركود الحيوان بسبب نقص بي 1، هو لما بيرقد يا مصعب بيرفص، يرفص كده يرفص وما بنامش على جنبه، لكن لو حصل نفاخ اديله بقى شويه زيت ولا حاجه عن طريق الفم.
لكن هو غالبا مش هيحصل نفاخ، يعني ما بينامش فترة طويلة على جنبه، بتلاقيه نام على جنبه ويرفص ويتني رقبته ويروح معدول تاني واتني تاني، حالة كده يعني الغالب فيها الأعراض العصبية وليس ظاهرة النفاخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إن شاء الله نراكم الأسبوع القادم، لا تنسونا من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.